السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوفوا فيه مجموعه ديال الاخبار اللي كاينين في السوق ديال العملات الرقميه. وكيف ما كنعرفوا في هذا النهار فغادي يكون الاجتماع ديال الفيدرالي الامريكي مع 6 ديال العشيه، باش انهم غادي يعلنوا على السعر ديال الفائده، واش غادي يزاد ب 75 نقطه ولا 100 نقطه، وكيفاش غادي يكون الطريقه ديالهم في الالقاء ديال هذه الكلمه هذه، لان كل ما كانوا اغريسيف فكيبينوا انه السوق غادي يكون في واحد الكريز، فهذا الشيء كيأثر على السوق بطريقه مباشره. فغادي نشوفوا بعض الاشياء اللي وقعوا في هذا النهار في السوق ديال العملات الرقميه. اول حاجه فعندنا المينيستر ديال جيبرالتار اللي هو اصلا كيتبنى العملات الرقميه وماشي هو كونتر، ولكن فهو قال باللي الريغلومونطاسيون اي يعني التقنين ديال العملات الرقميه فهو ضروري باش تكون واحد الكونفيونس في العالم ديال الكريبتو كورنسي. هذا الشيء راجع لبزاف ديال الحاجات اللي هما وقعوا في هاد المده الزمنيه اللي هي تقريبا واحد الشهرين، وحنا كنشوفوا سلسله ديال الاشياء اللي كتدامبي البيتكوين من دعم لدعم. فاول حاجه جات انهيار ديال العمله ديال يو اس تي وتيرا لونا اللي كان بسبب ديال الفونداتور ديالها، واللي تكتشف انه هو كان داير واحد الاختلاسات ديال 2.5 بليون اللي كان سحبها قبل، ومن بعد جاء انهيار ديال العمله، ومن بعد خرجوا تيرا ثانيه. هذا الشيء اللي ادى بزاف ديال المشاكل. وثاني حاجه فهي ارتفاع ديال التضخم وكذلك ارتفاع ديال الفائده، فكل ما ارتفعت الفائده فكل ما غادي يكون انهيار ديال السوق ديال الاسهم. وكما كنشوفوا فكاين واحد الترابط كبير ما بين السوق ديال الاسهم والسوق ديال العملات الرقميه، لان البيتكوين دائما كيتبع السوق ديال الاسهم والاس بي 500. ف سولون البير ايزولا لا ريغلومونطاسيون بوغي تيتر لا كلي بور تروفي un équilibre entre la protection des investisseurs et la promotion de l'innovation. هذه حاجه ضروريه، كل ما كنهضروا على التقنين كل ما كنهضروا على حمايه ديال المستهلك. فبزاف ديال الناس اللي هما ضاعوا في تيرا لونا، ملي كنهضروا على تيرا لونا فالشبيهه ديالها هي ترون. بالنسبه لترون فهي كانت عمله مزيانه، ولكن غير هما كيف ما كنشوف الفونداتور ديالها كيكوبي ويكولي، ما كيدير حتى شي حاجه، جوست انه كيكوبي ويقولي بزاف ديال الافكار اللي كاينين في السوق، وهذا الشيء اللي خلاه انه يدير اليو اس دي دي. فملي دار اليو اس دي دي داروا في داك الدامب ديال اليو اس تي، فهذاك الدامب هذاك فهو الناس بزاف ولاو كيميغريو الفلوس ديالهم اليو اس دي دي. وكيف ما كنشوفوا فهو هذا النهار هبط حتى ل 96 سنت، حسب لكم خاصها تبقى في 1 دولار. فالا جينا نشوفوا الشارت ديالها فغادي نشوفوا بانها كانت في 1 دولار في 13 في هذا الشهر. ففي هذه اليومين هذه شوفوا شحال هبطات، يعني الهبوط ديالها كان هبوط كارثي بحال بحال لونا اولا اليو اس تي اللي هبطات حتى هي لواحد الاثمنه اللي هما هابطين بزاف. فالا شفنا هنايا فهي ضربت 0.95 سنت، ودابا ولات طلعت كتحاول تطلع الثمن ديالها الحالي فهو 0.97. وبما اننا كنتكلموا على يو اس دي دي فخاص تكون ستيبل كوين، وكيف ما كنشوفوا دابا فهذه مجرد اشاره على انه يعني هذا المشروع هذا فهو غادي يكون تابع لونا واليو اس تي. من غير هذا الشيء فحنايا كنشوفوا بان البيتكوين فهو في 21368 اللي هي واحد الدعم، واذا دخلنا للشارت ديالو فحنايا غادي نشوفوا بانه قاس الموفين افريج اللي هي 20 ويك اس ام اي تقريبا، فهو وصلها قاسها ومن بعد دار واحد البانز. فعلميا او لا تاريخيا فكيقولوا بانه اون فوا كيقرب ال 20 ويك اس ام اي فكيقيسها وكيولي كيدير البانز ديالو مر واحد السيمانه او لا جوج ديال السيمانات، ولكن كيبقى كيرانجي في هذاك المستوى هذا كحد ادنى فهو 100 يوم، ويمكن انه يبقى اكثر من بعد عاد يدير واحد القمم اللي هما جدادين. فالقرار ديال الفيدرالي هاد النهار مع 6 العشيه غادي يمكن له يبدل بزاف ديال الحاجات. غادي يمكن نشوفوا البيتكوين سواء يولي يدير واحد الباونس او لا غادي يزيد يهبط ل 18 كا اللي هو الليفل اللي جاي من بعد ال 20 كا. فكان هذا هو الماركت ابديت ديالنا ديال هاد النهار، نشوفكم فيديو الجاي ان شاء الله. و الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لنا لايك وديروا سبسكرايب وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعملوا الفائده.